ومن الفوائد المتعلقة بفصل الشتاء أنه هطلت ثلوج فيما مضى. تلك الثلوج لو أراد الإنسان مثلا أن يصلي عليها أتصح صلاته أم لا؟ الجواب عن هذا كما قال الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن وجد حجمه فتصح الصلاة وإلا فلا، مثل القطن المنفوش ومثل الحشيش، مثل الثيل إذا كان طويلا. فيقولون إذا وجد حجمه، بمعنى أنه إذا سجد وجد له حجما تستقر جبهته وأنفه عليه، أما إذا لم يجد أصلا لهذا الثلج أو لهذا الحشيش أو لهذا القطن المنفوش، إذا لم يجد أصلا وحجما يسجد عليه وتتمكن جبهته وأنفه منه فإن صلاته لا تصح. لما؟ لأن من شروط السجود أن يكون على الأعضاء السبعة، وأن يكون المكان الذي يسجد فيه مستقرا بحيث تتمكن جبهته وأنفه منه. ولذا في صحيح البخاري صلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج، فنزول الثلج ليس بغريب حتى فيما مضى.